التأثير إنما هو للخالق سبحانه وتعالى، فليس لقدرتنا الحادثة تأثير في شيء من أفعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك، بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة، كما أن قدرتنا مخلوقة له تعالى أيضا. والدليل على ذلك أنه لا تأثير، يعني لا إيجاد ولا خلق ولا اختراع إلا إيه؟ للواحد القهار جل وعلا. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هنا ما إما نقول إنها مصدرية، يعني خلقكم وخلق عملكم، أو ما موصولة، يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه. وفي الحالتين على كلا التقديرين فالإنسان وأفعاله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. فإن قلت، يعني كأنه يأتي اعتراض أو سؤال، إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا به؟ بأفعال العباد لا تكون بقدرته أو بخلقهم، وإنما هذا هو مذهب الأشاعرة، عندما تقترن قدرتهم الحادثة، هذا الاقتران مع القدرة القديمة التي لها التأثير، والتأثير ليس للقدرة الحادثة إنما للقدرة القديمة، عند وجود هذا الاقتران يخلق الله تعالى الأفعال. عند الأشاعرة لم ينفوا أن العباد مكلفون، أن لهم إرادة، وأن لهم قدرة، وأن لهم أفعال. كم شيء؟ إرادة وقدرة وأفعال، ولكن هذا كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالسؤال هنا: إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء، يعني هو يثبت أن لنا قدرة وهذه تدرك بالبداهة، ولكن هذه القدرة لا تأثير لها، يعني لا تخلق، لا توجد من العدم، وإنما أوجدها الله تعالى ليصح التكليف، لأنه لولا هذه القدرة لكان الإنسان عاجزا، ولكان شأنه شأن غير المكلفين، لا يكلف بشيء. فالقدرة تصحح التكليف وتكون مناط، ولكن ليس لها تأثير، يعني ليس لها إيجاد شيء أو إخراج شيء من عدم إلى وجود. فائدة القدرة أنها مدار التكليف، يعني يدور عليها التكليف. إذا إحنا أفعالنا تنسب إلينا لا على أننا موجدون أو خالقون لها، ولكن نحن محل، يعني نحن محل هذه الأفعال، يعني نحن الموضع أو المنار الذي تقوم به هذه الأفعال، ونسمى فاعلين لها مجازا لا حقيقة. كما نقول مثلا: مرض زيد أو مات زيد، وزيد لم يفعل المرض ولم يفعل الموت، ولكنه يعرف فاعل، لأنه هو مظهر أو هو الذي قام به الفعل. والثواب والعقاب بمحض الفضل والربط بين الفعل وبين الثواب والعقاب ربط عادي، مش معناها ربط عقلي. وكذلك يمدح الإنسان على ما يثاب عليه ويذم على ما يعاقب عليه، والذم والمدح يتعلق أحيانا بوصف الإنسان وليس بفعله، كما يمدح الإنسان لحسن وجهه وهذا ليس من أفعاله،
ويذم مثلا على شيء من هيئته وليس من ايه من فعله، يعني ليس هناك تعلق بهذا او بذلك. فان قلت مرحبا مولانا لم يكن لنا، اذا لم يكن لنا انا يوم واحد بس يوم الاحد انا اشتغل من الامتحان، يوم الاحد اشتغل من العصر بتاعنا، يوم الاربع فقط يوم واحد عشان ما يبقاش في بقاء ولا في ايه مراد ايه منزله تكون في الاربع فقط يعني. هنعمل يوم واحد بعد الامتحان يا رب اذا لم تضعنا ولا استمرنا. اذا لم يكن لنا قدره على ايجاد شيء فكيف ينسب الينا وكيف يصح ينسب الينا ان المحل احنا محل ظهور هذه الافعال ونخاطب به، ان الله تعالى خاطبنا بالعمل وبالتكليف مع اننا إيه؟ لسنا خالقين لاعمالنا. ماشي ماشي اذا كان في ميه هناك انا في الله تعالى خاطبنا بقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وذلك كثير في الكتاب والسنه، يعني الامر بالعمل والامر بالترك والنهي والكل كثير. ما هو التكليف معناه ايه؟ امر او ايه؟ او نهي، فعل او ايه؟ او ترك. كثير في الكتاب والسنه. قلنا بالنسبه الينا النسبه الافعال الينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث انه كسب او اكتساب لا من حيث انه ايجاد او اختراع. نسبة العمل إلى المكلفين من حيث أن هذا العمل كسب واكتساب ليس إيجادا واختراعا. وهذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الفعل له جهتان، جهة خلق وإيجاد، وهذه تسند إلى الرب سبحانه وتعالى مباشرة ولا تأثير فيها لقدرة العباد. ولو قلنا بتأثير القدرة الحادثة لأدى ذلك إلى إيه؟ إثبات الشريك لله سبحانه وتعالى. تبقى هنا عندك جهتان، جهة إلى الرب خلق وإيجاد، وجهة إلى العبد كسب واكتساب، كسب في الخير واكتساب في الشر. لها ما كسبت وعليها، بمعنى كده عليها يعني هناك ايه زي ولا تزر وازرة وزر ايه ولا تكسب كل نفس الا عليها. اذا عليها يعني معناها في ايه فيما اقترفت من اوزار. وقد يستعمل هذا كسب في الشر ايضا، بلى من كسب ايه سيئة واحاطت به ايه خطيئته. وتوضيح ذلك زي ما وضحنا في المرة الماضية قلنا أن العبادة ملخص الكلام يفعلون بإرادتهم واختيارهم ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعلوا. يعني هنا لهم إرادة ولهم اختيار، وبهذه الإرادة وهذا الاختيار يفعلون ما يريد الله أن يفعلوا. الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعلهم يفعلون ما يريده سبحانه وتعالى بغير إرادة وبغير اختيار، فلا ينفذ أو لا يحدث في هذا الكون شيء إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنه تعالى أنفذ الإرادة طوعا أو كرها في جميع مخلوقاته.
ولله ايه وله ايه اسلم يعني انقاد وخضع وذل ولم يخرج عن سلطانه. كل من في السماوات ومن وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. وكذلك في آية أخرى فقال لها وللأرض ائتيا، يعني إن شئت أن أنفذ مرادي كرها يعني بكراهية قهرا لأنفذ، وإن شئت أن أنفذه طوعا لفعل. فأنفذ مشيئته وقدرته في جميع الكائنات بلا تخيير، يعني جعلها مسيرة، ولكن أنفذ قدرته ومشيئته وإرادته في الإنسان وهو مختار، يعني أعطاه الاختيار وفي نفس الوقت قال له إيه ستختار ما أردت أن تختار وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأعطاه الاختيار. وذلك قلنا المرة الماضية قلنا الإنسان مختار في أفعاله وليس بمختار في اختياره، لأنه لو كان هذا الاختيار باختيار لأدى إلى التسلسل، يعني سبق اختيار والاختيار سبق اختيار. وليس من شأن الإنسان، الله تعالى خلقه كده، خلقه مختارا، يعني لم يختر أن يكون مختارا، فهذا الاختيار هو إيه مضطر فيه، يعني خلق الله تعالى مختارا ولم يخيره أن يكون مختارا أو غير مختار، فجعل الاختيار فيه اضطراري، ولكن الفعل والترك اختياري، فإما أن يفعل وإما أن يترك. هكذا يفعلون بإرادتهم، يعني الله تعالى يجعلك تفعل بإرادتك واختيارك ما أراد أن تفعله. لما يجعلك تفعل بإرادتك واختيارك حتى تكون مسؤولا عن إرادتك واختيارك اللتين خلقهم الله تعالى فيه، ولا تكون مسؤولا عن إرادته سبحانه وتعالى واختيارك، فهو لا يسأل أنت تسأل. ما الذي يصحح المسؤولية؟ أنك تفعل وتشعر بالبداهة أنك مختار، يعني تختار بين أمرين، بين أن تفعل وبين أن تترك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم، والأدلة كثيرة على ذلك، ولولا ذلك لما صح التكليف. ولكن الله تعالى بقدرته ومشيئته النافذة الغالبة يقول لك اختر وشئ ما تشاء، ولكنك لن تستطيع أن تخرج عن المشيئة الكبرى، فمشيئتك واختيارك مقيد ومربوط بالمشيئة العظمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واضح كده؟ لو قرأت الآية من أولها لمن شاء منكم أن يستقيم، هنا أن يستقيم محذوف المفعول اللي هو ايه لمن شاء منكم ان يستقيم، ذكر للعالمين، لمن شاء منكم شاء ايه ان يستقيم، لمن شاء منكم الاستقامة، وما تشاءون الاستقامة الا ان يشاء الله ان تستقيموا. السلام عليكم. الأمانة مع صاحب المدينة بعثنا النهاردة ورحنا فأنا ربع عشان ناوي فجأة في صلاة الظهر فقال السرعة تيجي عشان لازم نمشوا، ففتحنا العربية ورحنا، فأنا جبت الطبيب فجبت الشيخ طه، اتصلت بالشيخ طه بعث لي واحد وخد الأمانة. مفاجأة لما تيجي تاخذ أنا مفتوح يعني ظرف المدرسة كان كبير جدا، الشرجيه مقطع لحد هو كل واحد ما عدا فلاح اللي أخذوا بداية
ضعف له العذاب داخل. طبعا قلنا هذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن لمخلوق أن يسيطر على إرادتك ولا على اختيارك. فكونه سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي خلق فيك الإرادة وخلق فيك الاختيار وخلق الفعل عند ذلك قادر على أن يجعلك تختار ما يختار دون أن تعرف وتشعر أنك أنت الذي اخترت في الظهر، ولكن في الحقيقة هو الذي جعلك تختار هذا الاختيار بدليل إيه؟ إن الذين سبقت إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو شئنا لآتينا كل نفس ولكن حق القول مني فريق في الجنة وفريق في السعير، قبضة في الجنة ولا أبالي، قبضة في النار ولا أبالي. فلازم يهيئ الأسباب اللي تجعلك تختار هذا وتترك هذا. يعني ما الذي رجح عندك أن تختار هذا الأمر وتترك هذا مع أنهما إيه متساويان في نظرك؟ فلا بد ترجع المسألة كلها في النهاية مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هناك جبر ولا هناك نفي لقدرة العبد، هذا ننفي تأثير القدرة. لو نسينا القدرة معناها هذا الإنسان غير مستطيع، عاجز، شأنه شأن إيه؟ إنسان يعني مريض أو مقعد لا يستطيع أن يتأتى منه الفعل. لكن مع أن القول بوجود القدرة وبنفي تأثيرها أو بعدم وجودها صعب على الإيه؟ الفهم. يعني بعض الناس يقول لك إذا كانت هذه القدرة لا تأثير لها فلماذا تسمى قدرة؟ مدلت ملاش تأثير. طب وإذا كان التعلق ده مفهوش يعني إيجاد ولا مفهوش فعل اللي هو الكسر ده، فما هو الكسر؟ شيء يعني غامض أو شيء خفي. فأصبحت المسألة يجب الإيمان بها ويعني حل الربط بين، يعني لو نظرت إلى جهة العبد ما فيش إشكال، تشعر من نفسك إنك يعني تتحرك وتفعل ما تشاء، تأكل أو لا تأكل، تصلي أو لا تصلي، تطيع أو تعصي، تتحرك أو إلى آخره، تشعر من إيه من ذلك. وإذا نظرت إلى دليل التوحيد وأن الله تعالى منفرد بالأفعال تؤمن بذلك وما فيش أي إشكال على المستوى، مستوى العبد وعلى مستوى الرب. إنما عندما تريد أن تربط أو تعرف الإيه العلاقة بين المستويين، المستوى الإلهي والمستوى البشري، هنا ايه تحار العقول وتقف. فهذا من مواقف الايه العقول. والعباد يفعلون ما يفعلون بإرادتهم واختيارهم، تمام، ولكنهم لا يختارون الا
ما أراد الله أن يختاروا. فإذا نظرت إلى الجهة الأولى فهم مختارون، وإذا نظرت إلى الجهة الثانية فهم مجبورون. فهل هم مختارون أم هم مجبورون أم هم لا مجبورين ولا مختارين أم هم في منزلة، يعني أمر بين الأمرين؟ اختلفت المذاهب في المسألة دي. أشهر المذاهب المعروفة لدينا ثلاثة، في طبعا مذاهب أخرى لكن المذاهب الأساسية في الموضوع ثلاثة: مذهب الأشاعرة، السنة والجماعة، والماتريدية في الحتة دي خرج شوية كده طلعوا بره، يعني مش محسوبين معانا عشان مخالفين هنا. ومين ثاني؟ والمعتزلة والجبرية. فيعتبر الماتريدية مذهب فرعي ومش مذهب أساسي. في المذاهب الأساسية كان ثلاثة. ايه الفرق بين الثلاثة؟ الجبرية نفوا عن العبد الفعل ونفوا الإرادة ونفوا القدرة ولا حاجة خالص. يبقى حتى التكليف عندهم بعض الجبرية قالوا بأنه فيه تكليف، لكن التكليف عندهم جبر أيضا. وكلمة جبر التكليف يعني معناها بين فعل وبين ترك، فإذا كان جبرا ما يسميش تكليف. وذلك القول قولهم يؤدي إلى إلى نفي التكاليف أو إلغاء التكاليف. إذا نقول المذهب الأول الجبرية نفوا الإرادة والفعل والقدرة وجعلوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. والأشاعرة خالفوا الجبرية في الفعل لله سبحانه وتعالى، والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والقدرة موجودة لكن نفوا تأثير القدرة. شفتنا؟ الفعل لله خلاص، والإرادة برضو رجعت لمين؟ لله تعالى، ولكن نفوا تأثير هذه القدرة الحادثة. يبقى اختلف مذهب الأشاعرة عن مذهب مين؟ عن الجبرية. المعتزلة أثبتوا القدرة وأثبتوا تأثيرها، لكن المعتزلة ما بيخلفوش في الإرادة. الإرادة عند المعتزلة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، إرادة العبد. الإرادة ما أسندوهاش، الإرادة مخلوقة للعباد، والقدرة أسندوها للعباد اللي بها التأثير. يعني عند المعتزلة يفهمون الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيجعلون إرادة العبد متداخلة أو ضمن أو مخلوقة في إرادة الله تعالى. والإرادة تخصص يعني ترجيح أحد الأمرين المقدورين، فإذا عينت الإرادة أحدهم تعلقت به القدرة الحادثة ويكون بها التأثير عند المعتزلة بالقدرة الحادثة. أما الأشاعرة لا، الله تعالى يخلق عند اقتران هذه القدرة الحادثة ولكن لا تأثير لها. فهذه هي المذاهب الأساسية في المسألة. بقي مذهب مين؟ مذهب الماتريدية. نقولنا كذا إرادة العبد، العبد له إرادة ولا مش ولا ليس له إرادة؟ العبد له إرادة وله أي ثاني؟ وله قدرة وله فعل. كم شيء دول؟ ثلاثة. فالإرادة مخلوقة لله عند الأشاعرة كقدرة العباد وأفعالهم، يعني الإرادة والقدرة والفعل كله مخلوق لمين؟ لله. طيب إيه اللي اختلف مذهب الماتريدية عن الأشاعرة في المسألة دي؟ ها؟ أولا الإرادة عند الماتريدية لها معنيان، لها معنيين: الإرادة الكلية وهي مخلوقة لله تعالى، والإرادة الجزئية. إيه الفرق بين الإرادة الكلية والإرادة الجزئية؟ الإرادة الجزئية عندهم غير مخلوقة، ليه؟ لأنها غير موجودة، والخلق لا يتعلق إلا بما هو بما هو موجود. فالإرادة الجزئية غير مخلوقة لأنها عبارة عن التعلق بشيء معين. يعني الإرادة الكلية معناها جعل الله للعباد إرادة، بمعنى
ترجح احد المقدورين على سبيل البدل دون تعيين، هذه الإرادة الكلية. لكن اذا تعلقت بمعين بمشخص، لانه الجزء معناه ايه؟ المعين المشخص، والكل غير معين. فعندما تتعلق بفعل معين او بشيء معين، ما هي تتعلق بكل ما هو في مقدور العبد فعله او تركه، هذا كليه بكل. انما الجزئيات، ها، عند الماتريدي ان الاراده الجزئيه غير مخلوقه، ليه؟ لانها غير موجوده، لان عندهم زي الحال، لا هي موجوده ولا هي معدومه. ده كلام مين؟ كلام الماتريدي. فقالوا كده، الإرادة الجزئية غير مخلوقة، وأمرها بيد العباد، وهي ما يملكون من أفعالهم المنسوبة إليهم بالإرادة الكلية. الإرادة الكلية قلنا ده اسم لصفة الإرادة التي من شأنها الترجيح بين أحد المقدورين من المقدورين، يعني تقدر على إيه؟ تقدر على الفعل أو الترك، أو ده أحد المقدورين. والفعل تحت جزئيات كثيرة، الفعل صلاة، صيام، زكاة، حج، أكل، شو، كل دي معصية، بعض كلها أفعال، يعني الأفعال التي يمكن أن تتأتى منك. والترك ضد إيه؟ الفعل. إذا أنت في مقدورك الفعل والترك على سبيل البدل، لكن حتفعل إيه وحتترك إيه؟ هنا يأتي إيه؟ التعيين والتشخص، اللي هي الإرادة إيه؟ الجزئية، التي فسروها بتعلق الكلية بجانب معين مشخص. واضح؟ يبقى الإرادة كم حاجة عندنا؟ الإرادة وتعلقها ومتعلقها. يبقى الإرادة وتعلقها اللي هو تعلقها بالجزئية، ومتعلق الإرادة اللي هو الفعل. الثلاثة دول عند الأشاعرة مخلوقين لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وجعلوا التعلق ده اللي هو الكسب، والكسب ما فيش فعل، الكسب عبارة عن اقتران، ما فيش فعل، ما فيش تأثير لقدر الحق، وذلك شيء خفي وغامض، حتى لما يضربوا المثل في شيء يعني مش موجود أو مش معروف، لك أخفى من كسب الأشعري. فكأن الأشاعرة ما حلوا المسألة، ولكن وقفوا موقف الأدب مع الله تعالى فقط. فقالوا الإرادة وتعلقها ومتعلقها، الثلاثة دول لله تعالى، وليس للعبد شيء إلا الاقتران. والاقتران ده مش فعل، ده ميل كده بيسموه كده، أو توجه إرادة أحد. أما الماتريدية لسعيهم في إيه؟ التخلص من الجبر، ملكوا يعني أرادوا يعملوا شيء يعني يتخلصوا من موضوع الجبر، فملكوا العباد واحدا من الثلاثة حتى يصح المسؤولية ويصح التكليف. عندك الإرادة، وعندك التعلق، وعندك الفعل اللي هو المتعلق. فملكوا العباد واحد من الثلاثة اللي هو إيه؟ اللي هو التعلق. والتعلق ده مش فعل، فيبقى اذا هذا لا يتنافى مع قاعدة انه ايه؟ هل من خالق غير الله؟ بل اصل ده مش ليس شيء موجود عشان يتعلق به الخلق. فاذا ما يتنافاش كلام الماتريدي مع هذه القاعدة اللي هي نفي خالقية غير الله، بل اصل هذا التعلق هو مقتضى الارادة، ومش شيء موجود جديد يعني عشان نحتاج الى خلق. فما يتنافاش مع ايه؟ مع قاعدة نفي خالق غير الله تعالى. يبقى الارادة وتعلقها ومتعلقها، الثلاثة دول عند الاشاعرة كلهم من الله. لكن ما تريديه ملك العباد واحد من الثلاثة وهو التعلق، ولكون هذا التعلق من قبيل الحال، يعني هو لا موجود ولا معدوم، فتمليكه للعباد لا يتنافى مع إيه؟ نفي أنه هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن رأوا أنهم إيه؟ اللي سموه الماتريدية التعلق هو نفسه اللي سموه الأشاعرة الكسب،
ولكن ايه هنا جعلوه من الله تعالى مخلوق لله تعالى، يعني عند الأشاعرة الإرادة الكلية والجزئية مخلوقان لله تعالى، أما عند الماتريدية الكلية هي المخلوقة لله والجزئية ليست مخلوقة لله وليست مخلوقة للعبد لأنها ليست موجودة. فقالوا ده ما يضرش ايه في رجل عن كذا. قلنا انه الامثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى باسناد افعال العباد اليهم صراحه، وقل اعملوا لو كنت انت لا يتأتى منك العمل ولا تخاطب بشيء فكيف يقول الله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ولو اردت فهم الآية يعني فهم المسألة كده، ففي آية جمعت بينهما يعني قال لك ما في شيء يحدث ولا هتفعل في نفس الوقت انت مسؤول. قال تعالى كده في سورة النحل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، شوف الآية، ولكن يضل من يشاء يعني ويهدي ولا تسألن عما كنتم تعملون. هتسأل يعني هتسأل حتى لو كان مجبور برضو هتسأل، خلاص خلي السؤال من قبيل الجب على انت مش هو انت لا. ولا تسألن عما كنتم تعملون يعني هتسأل عن عملك في الحالتين سواء كنت مجبور او كنت مختار. ليه؟ لانك تشعر بالبداهة وتفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة ايه الاختيارية، وترى من نفسك هذا ولا تستطيع ان ترده او ان تجحده ابدا، والا للازم افحام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وذلك كثير في الكتاب والسنة. وقلنا النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب لا من حيث إنه إيجاد واختراع، يعني إحنا العباد عبارة عن محال ظهور هذه الأفعال فتنسب إليهم على أنهم محلها ولا وليس على أنهم مخترعوها أو خالقوها أو موجدوها. هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. ولذلك ده ركن من أركان الإيمان الستة، المسألة مش لعبة كده، ده ركن لازم تؤمن به. وبعض الناس يؤمنون به القضاء والقدر نظريا، إنما من ناحية التصرفات الحالية تدل على أنه غير مؤمن ويرجع الأمور كلها ويضل سعيه إذا اعترف، لأنه يجعل المسؤولية كاملة منوطة به. وهنا إيه ممكن يعني الإيمان النظري غير الإيمان ليه غير الإيمان العملي. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على صدق إرادته، وهو الموجود الحقيقي وهو الخالق ولا خالق غيره، وهو القاهر فوق عباده. أبرزت الأشياء على صدق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع اللي احنا بنسموه ايه الشيء اللي هو أبرز أو ظهر بعد عدم اللي بنسموه ايه الحادث، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. فعندك التعلق التنجيز الايه الحادث هذا. واما قدرتنا فقد تعلقت كده هيتكلم هنا عن تعلق قدرة العباد، تعلقت ببعض الافعال وهي الافعال الاختيارية اي التي لنا فيها الاختيار. شوف الافعال الاختيارية طبعا ما في نزاع في افعال العباد، وانت فاكر افعال العباد فقط هي الجزء الاختياري، ده الجزء الاختياري ده جزء من 100 جزء. أفعال كثيرة تصدر منك ولا دخل لك فيها، لا تعد ولا تحصى، جزء مناط محدود اللي هو الجزء الاختياري ده.
إذا كان هو سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق لأفعالهم الاضطرارية، يعني بقيت الجزئية الحلقة الصغيرة دي اللي هي الاختيارية فيشاركه فيها غيره، هذا لا يتأتى لا بالعقل ولا بأدلة الإيمان، لأنه ما فيش حد يعني مثلا لو شبهت مثلا سفينة كبيرة ويقودها ايه قوة عظيمة كده، او يعني تقود السفينة بالمعدات وكده، وفي طفل صغير يظهر كده ايه في الصورة يقود السفينة، مهما كانت قدرة الطفل ده هل لها تأثير في هذه السفينة العملاقة؟ لكن في الظاهر يشعر يتهيألي انه هو اللي بيجر السفينة، يتخيل له كده. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى، زي مثلا الرجل الأب مثلا يرى الطفل يحاول أن يحمل شيء ثقيل فيحمله هو الأب نفسه، ويجعل الطفل كده يده كده على طفل كده يديه سنة أو سنتين فيحمل مع أبيه، هو الحامل في الحقيقة مين؟ الأب، ولكن الطفل يفرح ويضحك ويظن أنه هو اللي حمله، مع أنه لو ساب حينتهي وحينعدم ويظن أنه هو اللي حمل هذا الشيء الثقيل مع إيه؟ مع أراء. يعني ابن عطاء الله بيقول ومن لطفه تعالى وفضله أنه خلق ونسب إليك، يعني هذا الفضل منه تعالى ونسبه إليك لتكون محلا للجزاء، عشان هو انت يعمل حاجة يخليك انت تعملها فيك ثم ايه يجازيك ويثيبك عليها. وهو المراد بتعلق القدرة القديمة، واما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الافعال وهي الاختيارية، اي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير ايجاز واختراع. وقلنا الاختيار اللي فينا ده خلقه الله تعالى ايضا، وقلنا العبد مختار في أفعاله وليس بمختار في اختياره. ليه؟ لأنه ما شاء العبد أن يكون مختارا، ولكن الله خلق فيه الاختيار اضطرارا فجعله مختار غصب عن أنت كذا مختار، يعني هو ما اختار أن يكون مختار، وإلا لاحتاج الاختيار إلى اختيار قبله وتسلسل، كل اختيار هيحتاج، فهو أنت كذا خلقت مختارا فلا دخل لك في هذا الاختيار. وذات هذه العبارة قالها الرازي في تفسيره، وقالها إيه القرآن، قال العبد مختار في أفعاله، يعني بين الفعل والترك، وليس بمختار في اختياره، فهو مضطر، هذا الاختيار اللي فيه اختيار اضطراري. يعني مثلا هل يمكن أن يقول أنا لا أختار الفعل ولا الترك؟ لازم هنا الجبرة يأتي فعال يتصرف، ما فيش حل من الاثنين، أنت كده مجبور على واحدة من الاثنين بدون تعيين. إنما لو كان في تعيين يبقى هنا ظهر الايه؟ ظهر الجبر. إنما أنت تجد نفسك بين أمرين فلا بد من أحدهما، فأنت في هذا الاختيار فيه اضطرار، بمعنى أنك لا تستطيع أن ترفض الاختيار نفسه، لازم تختار. بس كده. وأما قدرتنا التي تعلقت ببعض الأفعال وهي الأفعال الاختيارية، أي التي لنا فيها الاختيار، إذا لنا الاختيار فنسبه الله تعالى إلينا ولكن نحن لم نخلقه، والميل الذي يتأتى بسبب هذا الاختيار والقصد يعني العزم من غير إيجاد واختراع، وهذا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمى للكسب والاكتساب، الكسب في الايه الخير والاكتساب، وقد تستعمل هذه مكان هذه، ممكن يجي الكسب ايضا في الشر، بلا من كسب سيئة ولم يقل اكتسب. فتعلق قدرة الله تعالى على وفق ارادته او على وفق ارادته تعلق ايجاد، وتعلق قدرتنا على طبق ارادتنا تعلق كسب، يعني تعلق هو كسب لا إيجاد، ف
فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان، لكن الجهتان منفكتان، هنا جهة تأثير وهنا جهة اقتران ولا تأثير لها. القدرتان أي القدرة القديمة والقدرة الحادثة. شبهنا القدرة الحادثة زي قدرة الطفل في موضوع السفينة، ولكن حتى إيه تأثيرها في واحد في المليون، لكن لا يسمى عدم كأنه لا تأثير. وإيه اللي سد الباب على تأثير القدرة الحادثة؟ افكر مثلا عقلا أن لهذه القدرة الحادثة تأثير، يعني مثلا أنت كطفل صغير هتحمل شيء، فجاء واحد ضخم كبير راح حمل هذا الشيء، عمل إيه؟ سد عليك هذا الطريق، فكأن القدرة القديمة قطعت الطريق على القدرة الحق ولغتها، فأصبح لا وجود لها. يعني هل يمكن أنه حيحدث مشاركة؟ ولكن في الظاهر أنت ظنيت كده أنك أنت إيه، ولكن خلاص الموضوع قامت به القدرة القديمة، أنت فقط أمر كده إيه ظاهر جرت إيه عند، حتى كده تعريفه كده يخلق الله تعالى عند اقتران، عند يعني يخلق الله الأشياء عندها ولا بها، لا نقول بها ولكن إيه عندها. وليس للقدرة الحادثة تأثير، وإنما لها مجرد مقارنة. فالله تعالى لازم مني مقارنة، لو ما فيش اقتران يبقى جب، وحيبقى كمان في حاجة ثانية، حيبقى الإنسان عاجز. فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها كالإحراق، يعني مثلا النار تحرق، ما هو الفعل؟ هو الإحراق، يخلقه الله تعالى عند مماسة النار للحطب. فإذا ما ماست النار شيئا يقبله أن يحترق فقد جرت عادته سبحانه وتعالى أن يخلق الإحراق عند مماسة النار للشيء المحرق، ويخلق الشبع عندما يأكل الإنسان، ويخلق الري عندما يشرب الإنسان، ويخلق الشفاء عندما يأخذ الإنسان الدواء، وهكذا. ويخلق الموت، خلق الموت عندما مثلا يضرب الإنسان بالسيف، وهكذا. يخلق الله الأشياء عندها لا بها، فمن حيث إنه خلق لنا ميلا، كده خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصدا إليه، وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى. شكرا. السر هنا عندما خلق الله تعالى الفعل خلقه مصاحبا للقدرة الحادثة، حتى يشعر الإنسان كذا أو يخدع أنه هو اللي فعله، عشان يشعر أنه عنده قدرة. فجعل الله فعلك عند وجود قدرتك وليس عند انعدامها، مصاحبا لها. ذلك الذي قصدناه، نسب إلينا ذلك الفعل وقلبنا به، إذ هو في ظاهر الحال يتراءى أنه في الظاهر يتراءى أنه فعل العبد، كما يجر الطفل عربة كبيرة يتراءى له أو يخيل له أنه هو الذي أو كما أنك تفتح جهاز تظن أنك أنت بالبتاع اللي في إيدك ده، أنك أنت اللي بتشغل الأجهزة اللي وهو أنت مش دخل بها نهائيا، ولكن فقط توجيه والتوجه أو إلى آخره. إذ هو في ظاهر الحال يتراءى أنه فعل للعبد، وإذا نظر إلى دليل التوحيد، إذا نظر يعني إذا لم ينظر ما فيش إشكال، أما إذا نظر إلى دليل التوحيد اللي قلناها المعنى الوحدانية، نفي الكموم الخمسة، والأخير هو نفي الكم المنفصل في الأفعال، يعني إثبات الوحدانية في الأفعال وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في أفعاله. يعمل قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا لله لهذه الأدلة اليقينية التي آمنا بها. هنا تحدث الحيرة، مدمت الفعل مخلوق لله أمال كيف ينسب إليه لاقتران هذا الفعل بقدرتك الحادثة،
ولأنه يتراءى لك أنك أنت الذي فعلت هذا الفعل بهذه القدرة التي لا تأثير لها. ووجود هذه القدرة مع نفي التأثير إنما ليصحح تعالى التكليف، فلو انتفت القدرة الحادثة لانتفت إيه؟ التكليف. وإلا لزم الشريك له تعالى. ليه؟ لأنه إذا قلنا الشريك في ذاته المشارك له تعالى مش في ذاته ولا في صفات، إنما هذا الشريك فيه في الأفعال. تعالى الله عن ذلك، فعلم أن هذا التعلق ليس تعلق إيه؟ إيجاد أو تأثير، إنما هو عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير، وبحسبه تضاف الأفعال إلى العبد على أنه محل أو مظهر لها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل. طبعا قلنا مسألة العدل دي، العدل لله عدل مطلق، ولا يتصور الظلم في حقه تعالى. إن كان إيه؟ الظلم له معنى يعني، إن كان بمعنى الاعتداء على حق الغير فالله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، وهو الوجود الحقيقي وليس هناك غير، كل ده ملكه، ده ما فيش شريك، فلا يتصور أنه اعتدى على حق غيره، لأنه ما فيش حق الغير وما فيش في الأصل غير. يعني نفي الغير هينفي ما يتعلق بالغير من حقوق، فبهذا المعنى لا يتصور. أما إذا كان الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه فهنا يتصور ويدخل في الايه؟ في الامكان. ولذلك تعلقت به الارادة، والارادة اذا تعلقت بشيء يعني معناه ان هذا الشيء ممكن ان يحصل. والله تعالى يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، فطالما تعلقت الارادة بنفيه كان ممكن تتعلق بايه؟ بايجابه. ولذلك تنزه سبحانه وتعالى عنه وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلو كان غير متصور في حقه، بإيه معنى حرمته على نفسي؟ يعني عاوز يقول ممكن أن أظلمكم وأن أعذبكم ولكني نزهت نفسي إيه عن هذا. إنما لو كان الظلم مستحيلا لا تتعلق الإرادة بإيه؟ بالمستحيل. خلاص كده؟ يبقى له إيه؟ معنى يعني. مثل للمعنى الثاني بإيه؟ قالوا كتعذيب الإنسان بذنب غيره. هذا ممكن لو شاء الله تعالى أن يحملنا أوزار من سبقونا أو أوزار أهلنا أو غيرهم لحملنا، ولكنه تعالى إيه؟ نزه نفسه إيه؟ عن ذلك، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ممكن الإنسان يحمل ذنب غيره، ممكن، أو يعني يوضع الشيء في غير موضعه. والقضية راجعة إلى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهم إيه؟ وهم يسألون. يترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل، ويسمى العبد حينئذ مختارا. وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمى مجبورا ومضطرا. نبقى الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، ما الفرق؟ أيضا الأفعال الاختيارية توجد فيها قدرة حادثة اقترنت بالقدرة القديمة، أما الأفعال الاضطرارية لا توجد معها قدرة حادثة، وإلا لا تكون اضطرارية، إذا ما فيش فيها قدرة مباشرة. وقد تفضل الله علينا، يعني في حال إيه؟ في حالة عدم وجود القدرة المقارنة، تفضل الله علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف. مضطر ربنا ألقاه في اليم مكتوفا
وقال له إياك أن تبتل بالماء، فتفضل منه تعالى أنه عند عدم وجود، عند عدم اقتران القدرة الحادثة أسقط عنا ليه التكليف، ولو شاء لكلفنا، بدليل صحة الدعاء، لأنه لو كان مستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا بما ليس في طاقتنا لما صح الدعاء ربنا إيه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني لو طالما ندعو معناها ممكن يعمل كده، فندعو الله أن يرفع عنا ذلك، يرفع عنهم إيه إسرهم والأغلال التي كانت عليه، فلو كلفنا لكلفنا، ولكنه تعالى تفضل بإيه بإسقاط التكاليف فضلا، ليس لأنه إيه لا يصح التكليف، لأن الله لو كان لا يصح التكليف وكلفنا حيبقى عبث، والله تعالى منزه عن العبث. طب ليه يكلفنا في حالة الاضطرار؟ ما هو قال لك في الحالتين مش أنت الفاعل، وأنت فاكر لما تكون أنت اللي عملت الفعل، فأنا خلقت الفعل عند اقتران، يا هو الاقتران اللي هيخليني أخلق، من الاقتران حخلق الفعل فيه، فحكلفك وحخلق ما كلفتك به إذا أنت عاوز، أو حنا وإذا أنت مش عاوز، فممكن الاثنين به أساس. ما هو وإلا ما كان يعني مثلا عندما تدعو دعاء مش تخشى أن يحصل عكس هذا الدعاء، فدع دعاؤك معناه إيه أن هذا الشيء ممكن أن يحدث لك، فترجو من الله تعالى أن يرفعه عنك. آخر سورة البقرة ده آيات كنز من إيه نزلت إيه أعطيته إيه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش في آخرهم، ربنا ولا إيه ولا تحمل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، مع أنه ممكن يؤاخذنا في حالة النسيان وفي حالة الخطأ، ولكنه قال كله رفع عن أمته، لأنه لو كان مستحيل المؤاخذة ما كانش الدعاء الجلد متعش. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهي عند كل عاقل، فبطل قول الجبرية، يعني قول أهل الجبر باطل ببداهة العقول، لأن الإنسان يشعر أي عاقل، جميع العقلاء يشعرون ويفرقون بين ما يفعلونه جبرا واضطرارا وبين ما يفعلونه اختيارا، وكل منا يستطيع أن يفرق بين حركة اليد في حالة الارتعاش حركة اضطرارية والحركة الاختيارية، أي إنسان يستطيع أن يفرق بينهما، يعني بالبداهة، يعني مش عاوز أدلة عشان نطلع، يعني من ولذلك حسن شوف هنا الجبرية قولهم باطل. ليه قولهم باطل؟ لأنهم احنا قلنا ايه في قدرة تقارن فعل العبد، بمعنى ان الله تعالى يخلق الفعل مصاحبا او عند وجود هذه القدرة الحادثة مع انه لا تأثير لها. أما الجبرية فقالوا لا قدرة تقارن فعلا له أصلا، بل هو مجبور ظاهرا وباطنا. احنا ممكن نقول بايه انما الظاهر له، لانه حيوصلنا الى ايه الغاء التكاليف والغاء المسؤولية والغاء الايمان والغاء كل شيء، هيوصلنا الى مصيبة تانية وهي افحام الرسل. اي رسول يجي لك يقول لك عليك صلاة، عليك حج، عليك ايمان، تقول طب وانا مالي؟ ما هو يخلق في الايمان ويخلق انا خلاص انا مش هعمل شيء، اذا اراد هو حيخلق فيه انا هعمل بدون ايه، ما انا ما عنديش لا ارادة ولا عنديش قدرة، معناها مش هيستمع الى اي شيء، يقول انت ما لا توجه إلي كلاما أصلا، لأن أنا لا عندي فعل ولا عندي اختيار ولا عندي إرادة، كيف تخاطبني؟
يعني زي ما قالوا لها بايه، قالوا بالحائط كده وفي وسد، والواحد واحد عم يعمل ايه، يدق الوسد فين؟ في الحائط. فالحائط يقول للوسد ايه، لما تشقني؟ يقول له وانا مالي، سل من يدقني. يعني عاوز يقول له اذا اراد شيء مني اخلق فيه، انت هتكلفني انا ليه، انا مالي. الحائط الوسد شغال يشق ليه الحائط، فالحائط يقول انت بتشقني ليه؟ يقول له وهل انا، هل انا اللي اسال عن كده ولا اللي بيدقني؟ فكذلك ايه موضوع الجبريل، انا مش مسؤول عن شيء ولا عن فعل شيء ولا عن ترك شيء، لانه لا عندي لا فعل ولا اراده ولا اختيار. فما تتعبش نفسك معي، يبقى معناها حتبطل الرسالات كلها بناء على قول مين؟ على قول الجبريل. هذه المصيبه دي، انما كفروا من اجل هذه، ما هو اللي هيلغي التكليف ويجعل ما جاء به الرسل عبث، ملوش فايده، لا قيمه له، لان العبد ليس عنده لا اراده ولا، فكيف يوجه اليه امر وكيف يوجه اليه نهي؟ يبقى اذن الجبريه قالوا كده، الانسان مجبور ظاهرا وباطنا، كالخيط المعلق في الهواء تميله الرياح بلا اختيار له في شيء اصلا. وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة، مين دول اللي هم المعتزلة؟ قالوا بتأثير القدرة الحادثة، عندك الجبرية قالوا بنفي القدرة الحادثة، والأشاعرة قالوا بإثباتها مع نفي تأثيرها، والمعتزلة قالوا بإثباتها مع إثبات تأثيرها. خلاص كده؟ والماتريدية لهم كلام خارج عن المذاهب الثلاثة، اللي هو بين الإرادة الكلية وبين الإرادة الجزئية، والإرادة الجزئية دي مملوكة للعبد، وهذا لا يتنافى مع نفي خالقية غير الله، لأن هذه الإرادة الجزئية غير موجودة، والخلق لا يتعلق إلا عشان ما يصطدموش مع إيه، الله خالق كل شيء. قالوا هذا ليس بشيء موجود وليس بشيء معدوم، هو حال إذا مش داخل في إيه؟ هو مجرد مقتضى الإرادة. والجبرية القدرية قالوا بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد، يعني كأن القدرة دي التي خلقها الله تعالى وملكها العبد لها تأثير في إيجاد أفعال العبد أو في تركها، ولكن ليست مستقلة، يعني ليست منفصلة، وإلا لكانوا إيه كالمجوس عندما جعلوا خالق إيه ثاني. ماشي. والجبرية مثل إلى إيه الجبر، الجبر هو إيه تعريف الجبر، ونفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. والجبرية على أصناف، الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة أصلا، والجبرية المتوسطة وهم الذين يثبتون القدرة ولكنها غير مؤثرة. إنما خد بالك لما سموا مذهب الأشاعرة سموهم إيه؟ الجبرية المتوسطة، مش معناها انهم متوسطين بين الجبرية وبين المعتزلة، ما هتفهمها كده، يعني مذهبهم وسط، لا هو مذهب المعتزلة ولا هو مذهب الجبرية، ليس هذا هو المعنى المراد، ولكن الجبر المتوسط اي المراد الجبر بالواسطة، يعني جبرهم الله تعالى على ما يريد بواسطة ارادتهم الحادثة او قدرتهم. ده مش معناه ايه توسط بين مذهبين، ما ينفعش الحق ما فيهوش، يعني مثلا لا الى هؤلاء ولا مذبذبين حيبقوا كده، لا الجميع ليس مذهبهم وسط، والا هيبقى معناها لا حق ولا باطل، اذا كان دول باطل ودول باطل ودول في النص، يبقى لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فالمراد بالجبر المتوسط اي الجبر بالواسطه، وليس وسط بين ايه بين امرين. ايه معنى الجبر بالواسطة؟ يعني ما جعلهم مجبورون مباشرة، ولكن بواسطة ان لهم ارادة وان لهم اختيار.
اعمل زي ما انت عاوز، لكن مش هتعمل الا اللي انا عاوز. وما تشاءون الا ايه؟ الا ان يشاء الله. وفي كفر والجبرية كفار قطعا. دي القطع بكفرهم، لان مذهبهم ينفي التكليف الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. يبقى ما دامت العبد ليس له إرادة وليس له قدرة وليس له فعل، لا تكليف. انما الأشاعرة ما نفوا الإرادة ولكنها جعلوها مقيدة بإرادة الله، وما نفوا القدرة ولكن نفوا تأثير هذه القدرة الحادثة. خلاص. والفعل أثبتوه، أثبتوه من جهتين، إلى الله تعالى خلقا وإيجادا، إلى العبد كسبا أو اكتسابا. إذا في فرق كبير بين المذهب. أما في كفر القدرية خلاف. والقدرية الجبرية نسبة إلى إيه؟ إلى الجبر. طب والقدرية، طب وكيف ينسبون؟ ربكم بيقولوا بالجبر. طب هؤلاء لا يقولون بالقدر ولكنهم ينفونه، فالمفروض يقول لا قدرية، مش كده؟ إنما سموا قدرية ليه؟ لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم وينفونه عن الله. يبقى هم قدرية ولا مش قدرية؟ قدرية. وفي كفر القدرية خلاف. الأصح عدم كفرهم. ليه؟ لأنه يلزمهم في قولهم بتأثير القدرة الحادثة إثبات الشريك لمين؟ لله تعالى. إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وخلق قدرته وخلق شوفنا قلت لك وخلق إرادته، صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا لله تعالى. فعندك المعتزلة كأن مذهبهم برضو في النهاية، رغم أنت تفتكر أن هم قالوا بالحرية، لا، لكن جعلوا العبد مخلوق لله وقدرة العبد مخلوقة لله أيضا، مش خلقها العبد، رغم أن ربنا خلقها لكن العبد يخلق بها، لكن هي نفسها مخلوقة لله، وإرادة العبد مخلوقة لله. إنما المشكلة عندهم في تأثير القدرة الحادثة، يعني أثبتوها وأثبتوا معها إيه؟ معها التأثير، فصار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا لله. وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها، فلا تأثير للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع. وبعض الناس أيضا يستدل على مثلا تحدث له شبهة من أن كل ما يفعله العباد هو إيه؟ معلوم لله سبحانه وتعالى أزلا، تمام كده. العلم صفة انكشاف وتتعلق إيه؟ بالواجبات والجائزات والمستحبات، فعلم ما كان وما هو كائن وما لا يكون، كل شيء إيه؟ موجود في العلم. فمن هذه الناحية أنه عندما يأتي الوقت، الوقت الذي علم الله فيه أنك ستفعل كذا، طبعا أنت هذا العلم لست مطلعا عليه وهو غيب، هل تستطيع أن تفعل شيئا غير ما سبق به العلم؟ لا. قالوا من هذه الناحية هو مجبور، ولكنه من ناحية أنه فعل ما فعل بإرادته واختياره دون أن يعرف ما سبق في العلم فهو مختار. جينا برضو في ايه، هناك جهتان ايضا. يعني انت عندما تعصي الله تعالى في يوم معين في ساعة، هل اطلعت على انك في هذا الوقت تفعل معصية؟ عارف لو اطلع الانسان على انه سيعصي الله مثلا في يوم الهرد ايه أربعة، يوم الخميس بعد صلاة العصر بنصف ساعة سيرتكب كذا، اطلع على هذا في اللوح المحفوظ، في يعني ربنا أطلع عليه، يبقى في هذه الحالة إيه اللي يحصل؟ يجب عليه أن يفعل هذا الشيء حتى لا ينقلب علم الله جهلا وتصير المعصية طاعة. لو اطلع قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا،
يعني انت عندما فعلت فعلت به بدافع الشهوة ودافع الهوى، ولكن لم تفعل لانه سبق في علم الله تعالى، لانك لا تدري ما الذي كتب، ده شيء غيب لا تعرفه. ابليس قال لله تعالى ايه؟ امرتني بالسجود لآدم ولم ترده مني، لو اردته لوقع. فقال الله تعالى له: متى علمت اني لم ارده منك؟ ها، قبل الإباية ام بعدها؟ قبل ما تأبى ولا بعد؟ ولو علم قبل ان يأبى فمعناها ابى تنفيذا لايه؟ لمراد الله. ولكن الانسان كل منا يعلم ان هذا الشيء لم يريده الله او اراده لكن بعد وقوعه، بعد مثلا ما تحدث الحادث يقول لك ده قدر الله، لكن قبل ما تحدث بثانية واحدة هل يعرف؟ لا. لو عرف مثلا ليه قتلت فلان، والله قدر الله عليك، لا ساعة ما قتلت مسكت المسدس كنت عارف ان ربنا قدر انه ده هيقتل على يدك؟ يقول لك لا، بس اي حاجة تحدث ما معناها خلاص اتعرفت اتكشفت، انما قبل كده مش معروفة الا لبعض الخواص زي سيدنا الخضر لما ربنا علم طلعه على اشياء ما كانش يعرفها سيدنا موسى وهو موجود في سورة الكهف. ولذلك كان اللي يعمل الخضر ده رغم انه في الظاهر سيئات ومعاصي لكن في الحقيقة ايه؟ معه واحد يقتل غلام وما بيعمل قربة لله، فخشينا ان يرهقهما في قربة ايوه في حصل في الصعيد عندنا الشيخ عارف جماعة كانوا ايه لما يقتل واحد يعمل القتل بالايه؟ بالكراء. تيجي مثلا واحدة زوجها مات قتل وما فيش حد عندها غير طفل صغير، ما مش عاوزة تصبر حتى ايه يصير رجل، يعني عاوزة تشفي ايه الغليل، فتروح ايه تؤجر واحد ما عندهاش حد يقوم بايه باخذ الثأر، فتؤجر رجلا من العصابات اللي هم يقتلوا بالايه بالمال، فذهبت الى رجل عشان ياخذ لها بثأر ايه زوجها. فالرجل ده يعرف انه هذه المرأة فقيرة فاستغرب، كان ياخذوا على الرأس 5000، فلما جبت 5000 استغرب وهو يعرف حالتها، فقال: من اين اتيت بها؟ فقالت: ما عندنا الا مثلا البهائم اللي عندنا اللي هم في الزرع، فدعوها فاخذته الايه الرأفة كده، فقال: خلاص خلي الشيء عندك واحنا حنقتله لوجه الله ابتغاء مرضى. اول مرة في ايه في قتل لله تعالى، فلا عمل سيدنا الخضر لله قتل. فخشينا ان يرهقهما فاراد ربك ان ايه فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. ده عمل قربة ولا مش قربة؟ لا. وبعدين خرق السفينة في الظاهر حيغرق الناس، لكن له ايه له حكمة وله مصلحة وكان وراءهم. ولذلك وراء هنا ما تنفعش بمعنى الخلف، امام هنا، لانه لو كانت خلفهم يبقى معناه ما فيش دعم، خلاص عدنا الملك خلفنا واحنا عدينا منه، نخرج ليه السفينة؟ يبقى معناها لسه قدامنا امامنا. ولذلك فسر قوله تعالى: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني من امامها، لان المنادي لما حيجي حينادي كيف يروح لك وراء البيت؟ يجي من امام المنزل. وراء اقول لك انت وراك حمول، يعني امامك، يعني وراك ايام يعلم بها او اي اثناء حسنها، هذا يعني امامك. فكلمة الوراء تطلق على كل شيء توارى عنك، سواء كان على يمينك او على شمالك او خلفك او امامك. خلاص كده؟ زي كلمة ايه الذات، او برضو لها اطلاقات، يعني الذات لها 4 معاني في اللغة. الذات دي يعني الحقيقة، ذات الشيء يعني حقيقته، والذات بمعنى ايه الجهة، ونقلبهم ذات اليمين، ذات اليمين وذاته، والذات بمعنى الباطن، انه عليم بذات الصدور يعني بباطنها. مش عارف الرابع طار مني هيجي ان شاء الله. 4 معاني ليه؟ لكلم واحد: الحقيقة
والجهة والباطن. ايه الرابع؟ لا، قال عن ابن عباس رضي الله عنه خصلتان من فعلهما دخل الجنة. على المنبر بيقول كده وراح سكت. اثنين اللي فعلهم يروح لايه؟ الجنة. نسي ابن عباس واحدة ونسيت انا الثانية. ان شاء الله تيجي ان شاء الله. وكان ورقهم من الملك يرحكم، وكان ورقهم يرحكم. لا وهو عشان لما يجي يمر عليه يبقى في عيب يسيبها، فلسه هو امامه. كثير موجودة في ويذرون وراءهم يعني امامهم يوما ثقيلا. وبعدين ان الذين ينادونك من وراء شبه، يعني لماذا لم يقل ان الذين ينادونك وراء؟ ايه زيادة من فائدتها ايه؟ لانه لو قال وراء الحجرات لكان المنادي والمنادى في جهة واحدة، وانما من وراء. هي بتقيد مين هنا؟ بتقيد الذين نادوا ولا تقيد المنادى. النداء بتاعهم صادر من ايه؟ من هذه الجهة. اما انت في داخل الايه؟ الحجرة. العلم الازلي اللي هو احنا، الله تعالى علم ما كان وكل شيء منكتب ربنا في كتاب عنده قبل ان يخلق السماوات والارض. يقيد الارادة الحادثة. يعني بعض الناس يقول لك طبعا انا مجبور في افعالي ولا استطيع ان افعل شيئا غير ما كتبه الله تعالى في علمي، لانه لو انا عملت شيء غير المكتوب في العلم يعني معنى كده حينقلب علم الله جهلا، وهذا مستحيل. فلازم افعل ما هو مسطور في العلم، لا اخرج قيد امله. طب لما هو افعالنا عشان هي العلم سابق عليها فهي مقيدة به بعلم الله. بعضهم قال يلزم من هذا ان تكون افعال الله تعالى ايضا مقيدة، يعني هو ربنا يكون مجبور في افعاله هو لانها مقيدة بعلمه، فلا يفعل تعالى شيئا الا ما سبق في علمه. فكأنه الجبر مش للعباد فقط، وكأنه لله تعالى. لكن الرد على ده ان العلم الازلي لا يقيد الارادة الازلية، انما يقيد الارادة الحادثة. وذلك قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء. فمن المقيد هنا؟ الارادة الحادثة. اما الارادة القديمة ليست مقيدة. الارادة الحادثة مخلوقة حادثة ولها سبقت بعدم وتلحق بعدم، فهي مقيدة حتى بكونها حادثة، ليس بصرف النظر عن العلم، لكن هي مقيدة بمعنى ممكن تنعدم ممكن توجد لا توجد. لأن الذي كيف نعرف أن فاعل الشيء أو مختار؟ هل عند الفعل والترك؟ لا، الذي ينافي اختيار الفاعل ألا يكون مخيرا في الفعل والترك، لا عند الفعل والترك ولكن حين الإرادة. يعني أنت عندما تريد شيئا فأنت مخير، إما أن تريده أو لا تريده. فإذا أردته تعين عليك فعله، مش كده؟ يبقى عندما تفعل ما نقولش مجبور على ما خلق الاختيار ده كان عند عند الإرادة مش عند الفعل. يبقى إذا الفاعل متى يكون مخيرا في الفعل والترك؟ عند الفعل ولا عند إرادة الفعل؟ عند إرادة الفعل، لأنه عند الإرادة يتعين أحد الطرفين قبلها أن تفعل أو لا تفعل، أما بعدها فلا يبقى الخيار ويجب الفعل، ولا ينافي هذا الوجوب الاختيار. فلما كانت إرادة الله تعالى قديمة وعلمه قديم وليس قبل القدم قدم أو قبل الأزل أزل، فحينما أراد كان مختارا، وحينما أردت أنت كنت مقيدا بما سبق في إرادته. يبقى مين اللي يقيد؟ القديم يقيد الايه؟ الحادث. الأزلي يقيد الحادث، لكن الحادث هو مقيد بشأن أو بكونه حادث. فحينما أراد الله تعالى شيئا
حينما أراده كان مختارا، تمام، ولكن بعد أن أراده يجي لما يجي يفعله لازم يفعله، فلا ينافي هذا الوجوب الاختيار، لأنه علمه وأراده. فإذا علمه وأراده فلا بد أن تتعلق به قدرته لإيجاده. ما نقولوش كده لازم توجد، وهو أوجد على إيه؟ على وفق الإرادة وعلى إيه؟ وفق العلم، وما فيش سبق بين العلم وبين الإرادة، لأن العلم أزلي والإرادة أزلية، بخلاف إحنا إرادتنا حادثة وعلم الله تعالى أزلي. ولما كان علم هو اللي تجدر علينا ما يكون منه صفة انكشاف ليس صفة تأثير، فأصبحنا مقيدين بالعلم، والعلم ليس مقيد به بإرادة، إحنا المقيدين. وضحت ولا ما وضحتش؟ يبقى ما ينفعش يستدل على الجبر بالعلم الأزلي. ليه؟ لأن الإيه؟ العلم الأزلي لا يقيد الإرادة الأزلية. ليه ما يقيدهاش؟ لأنه اللي يقيد لازم يكون سابق على الإيه؟ على المقيد. وبالنسبة لعلم الله وإرادته ما في السابق وما فيش مسبوق، ده أزل وده أزل. واضح؟ العبد قبل أن يفعل لازم يكون مستطيع ولازم يكون مريد عشان يختار أحد الأمرين. فبعد أن يقرر ويجي يفعل، هنا واجب عليه أن يفعل، لأنه هو اللي قرر وهو اللي اختار. هل هذا الوجوب ينافي الاختيار؟ لأنه الاختيار مش ساعة الفعل والترك، الاختيار ساعة ما بيقرر. يعني مثلا أنا رحت قررت زواج مثلا وخلاص اتفقت وعزمت وجبت المهر، واحد يقول لي انت بتعمل، انت غضبت عني؟ انا اللي اخترت انه يكون غضبت عني، والا كان في الاول يعني ساعه ما بنفذ لازم انفذ لانه قررته. فهل هذا الوجوب اللي هو اللزوم ده ينافي كوني مختارا؟ لان حينما اردت كنت ايه؟ مختارا. وضحت؟ هذا لا ينافي هذا. إذا نأتي إلى إيه؟ لا تأثير للنار في الإحرام ولا للطعام في الشبع ولا للماء في الري ولا في إنبات الذرة. حتى يعني أنت لما تشرب الماء مش بتشعر بالارتواء؟ إذا شربت الماء يخلق الله تعالى الارتواء، ها، وتشعر بهذا الشيء فينا، لكن لا تأثير للماء، لأنه لو شاء تعالى أن يجعلك مرتويا بغير ماء وليس في حاجة من العطش لفعل، ولكنه جرت عادته أو سنته أن يخلق هذا عند وجود هذا. يعني يوجد السبب المسبب عند وجود الإيه؟ عند وجود سببه، ولو شاء تعالى لا أوجده بدون السبب. والأمثلة كثيرة على ذلك ستأتي. فمثلا في إنبات الزرع، هل التأثير في إنبات الزرع للماء؟ لو كان كذلك فما معنى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو كان التأثير لحرثنا وفلاحتنا وللماء الذي نروي به الأرض لكنا إيه؟ نحن الزارعين. ولكن نفى الله تعالى عنا ذلك وقال إيه؟ بل نحن. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار، أفرأيتم إيه؟ ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني الأمثلة إيه؟ كثيرة. ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها، ولا يعني لا تأثير للكواكب، يعني في بعض الفواكه والثمار تنبت في جو معين أو في مناخ معين فلا تأثير، منهم هي ربط عادي. ولا للأفلاك في شيء من الأشياء، ولا للسكين في القطر، ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما وغير ذلك، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة. هو ثلاث مذاهب في من قال التأثير، من طبعا من غير أهل السنة ومن غير من غير يعني أهل الحق، قالوا التأثير إما الأشياء تؤثر بطبعها أو بأنها علة أو بقوة أو دعها الله تعالى، هم ثلاثة، والثلاثة دول إيه؟ باطل. لكن فيهم قولين كفر وفيهم قول ايه؟ بدعة. ايه معنى هنا التأثير بايه؟ بالطبع وبالعلة وبالقوة بايه؟ المدعة. بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الاشياء.
لماذا قلنا إن التأثير لله؟ لثبوت وحدانيته تعالى في أفعاله. فلو قلنا بالتأثير لغيره في فعل من الأفعال لكان هذا الغير مشاركا له تعالى في أفعاله، وهو خالق كل شيء وموجد كل شيء. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر: من بقي له شيء فليأتي به، له الخلق وله له وله الأمر. ومن يقول يعني من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع، أي بتأثير الطبع أي الطبيعة، يعني إيه معنى الطبيعة؟ يعني الأشياء بذاتها بطبيعتها، والطبيعة دي على وزن فاعلة، إما أن تكون فاعلة في اللغة العربية، إما أن يكون بمعنى فاعل، إما أن يكون بمعنى مفعول. فلو كانت بمعنى مفعول يعني مطبوعة، وكذا كفى الله المؤمن القتال، لأن هي مطبوعة يعني معناها إيه؟ منطبعة، يعني هي نفسها إيه؟ وقع عليها أو وقع فيها التأثير. أما إذا كانت بمعنى فاعل يعني مؤثرة، يعني هتبقى طبيعة بمعنى طابعة، يعني هي اللي طبعت أو أثرت في الأشياء، اللي هم يريدوا إيه؟ المعنى الثاني اللي هو أن الطبيعة بمعنى إيه؟ فاعلة ومؤثرة، يعني الأشياء بطبيعتها. زي مثلا الماء، لماذا يروي الماء؟ لأنه من طبيعته. خلاص ما أسندنا شيء إلى الله، إنما أسندنا الري يعني التأثير اللي هو بسببه إلى الماء، إلى طبيعة الماء. لماذا تذبح السكين؟ لأنها بطبيعتها، يعني هي فاعلة، هي مؤثرة، هي محدثة للذبح. وتصور حتى أنت لو معك 7000 سكين وأنت لم ترد إحداث، أنا حمست لك السكين بالعبد، السكين واللي يمسك السكين ده الرب سبحانه لله المثل الأعلى، لكن من الذي يذبح؟ أفرض حطينا السكين كده على رأس على رقبة الإنسان، هل تذبح؟ كيف يسند التأثير لها وهي لا تذبح إلا إذا أنت حركتها بيدك؟ فكذلك افهم القضية إذا هي ليس لها تأثير، إنما هي سبب، سبب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنا لما بغى الماء حملناكم، ولم يسند الحمل إلى الماء أو إلى البحر. ألم ترى كيف فعل ربك؟ ولم يسند الفعل إلى الطير، ترميهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، يعني كان يقول كده ألم ترى كيف فعل في الطير الأبابيل؟ لا، الطير دي السبب. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى الطير جابها وأهلك وشافوها في نفسهم ورمتهم بالحجارة وأهلكتهم فجعلهم كعصف، ومع ذلك لم يسند التأثير أو الفعل إليها ونسبه إلى الله تعالى. لكن في المجاز ممكن، إنما احنا نتكلم على المسألة الاعتقادية. خلاص كده أقول لك هذه السكين ذبحت فلانا مجازا وليس حقيقة، لأن الذابح ليس السكين ولكن السكين آلة لإيه؟ فكأنه العبد آلة أو الأشياء دي أسباب، إنما المؤثر أو الموجد عند إيه؟ اقتران هذه الأشياء بمسبباتها هو الله سبحانه وتعالى. في طبعا امر يعني امر هنا امر لكن هذا امر فشوف كده الشيخ قال لي هنا هيقول بعدين كل شيء كائن يعني واقع تمام كده، وهو اراده الله تعالى سواء امر به او لم يامر، كل شيء واقع يعني كائن يبقى أراده الله سواء أمر أو لم يأمر، وكل شيء غير كائن فهو غير مراد سواء أمر به أو لم يأمر. فالأقسام أربعة: أراد وأمر
لم يرد ولم يأمر، أراد ولم يأمر، أمر ولم يرد. إذا كان قسم دولة ومثلوا لهم بإيه؟ أراد وأمر، زي إيمان سيدنا أبو بكر أو إيمان المؤمنين. أمر الله، مش أمرنا بالإيمان يعني، وأراده منا. طيب أمر ولم يرد إيمان الكافرين، مش أمرهم بالإيمان ولكن له لم يرد. طيب لم يأمر ولم يرد كفر المؤمنين، لا أمر به ولا أراد. هات العكس بعد كده، أراد ولم يأمر كفر الكفار. كفر الكفار، الإرادة غير إيه؟ غير الأمر. شوف كده حفظت لك الثلاثة ثلاث كلمات. الإرادة تخصيص وثلاث حاجات، هما الإرادة والأمر والرضا. كده أنت تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، ولم يقل ولا يريد، لأنه لو لم يريده لما كفر أحد في الوجود. يعني هو اللي كفر ده كفر رغم أنف الله غضب بإرادته، يبقى معنى كده ربنا لا يرضى بالكفر ولا يأمر به ولكن يريده، لأنه طالما هو واقع يعني مراد لله تعالى. يبقى معناها كل شيء واقع في الوجود يبقى ده مراد لله، لكن مش معنى كده ان ربنا امر به، لان الكفر لا يامر الله به، ان الله لا يامر بالفحشاء. لا يامر بالكفر. يبقى عندك ايه؟ الاراده تخصيص، والامر طلب، والرضا قبول. الفرق بين الثلاثه، الاراده تخصيص، والامر طلب، والرضا قبول. يعني معناها لا يرضى لعباده، يعني مش هيقبل منهم الكفر، وفي نفس الوقت ما امرهمش به لكنه اراده منهم. ولو في الحق بالعقل كده، لو ما ارادش من عباده الكفر لماذا خلق النار؟ يبقى معناها في اراده مسبقه، يعني فريق في الجنه وفريق، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. يبقى معناها في اراده لكن ما امرش به. واضح؟ الإرادة تخصيص، والأمر طلب، والرضا قبول. الفرق بين الثلاثة. يبقى لا تأثير لهذه الأشياء، ومن يقول بالطبع، فإن حكاية الطبع دي يعني هم يقولون طبيعة، يعني فاعلة مؤثرة بطبيعتها. يعني يقول لك كده النار تحرق بطبيعتها، لأن بطبيعتها محرقة، مش حاجة من ربنا يخلق الإحراق عنده، هو خلقها كده محرقة وخلاص. ما انكرناش انه هو خالق لها، ولكنها هي كده هي من شأنها. انت امال تبقى نار كيف لما ما تحرقش؟ يا ما هي نار، اذا لازم تحرق. ده اسمه ايه؟ الطبيعة. جاهل. يبقى احنا هنتكلم عن الجاهل حكمه ايه؟ ما هو الناس ما تعرفش. وبعدين اغلب الناس في المساجد ما يرضوش يشرحوا الحاجات دي، يقول لك عشان قال ايه الخطأ في هذا الكفر. خلينا كده، وانت تخطئ ليه فيه؟ اذا كنت انت هتخطئ يبقى انت مش عالم وما تدرسش. لما تعرف انك نفسك مش هتخطئ، لكن ما تمنعش انت بتخطئ، خلاص انت تمتنع انت، لكن ليه تمنع غيرك من الذين لا يخطئون اللي هم درسوها وتلقوها وتعلموها؟ وفر مثلا اخطأت في حاجة مثلا، هتخطأ في كل شيء؟ صح. يبقى التأثير بالطبيعة ان يقول ان الاشياء المذكورة تؤثر بطبعها، ده هو معنى ايه الطبيعة، يعني الماء بطبيعته. حتى في بعض الناس يعملوا في السوبر ماركت وفي المحلات الكبيرة يقول لك الطبيعة كده، ده خير الطبيعة، اهو ده كفر ده. بس هو ما يعرفش، يقول لك ده شيء كده طبيعي، الطبيعه اخر شيء طبيعي، لبن الطبيعي مش الصناعي، او ده من خير الطبيعه. ومن يقول بالعله، ايه يعني بالعله؟ تاثير العله وفي تاثيره الطبيعه. يعني يقول إيه؟ انه بعض الاشياء عله، يعني سبب في وجود شيء من غير ان يكون الله تعالى فيه اختيار، لانه العله والمعلول ما فيش اختيار،
إذا يعني يدوران وجودا وعدما، وجدت العلة يوجد المعلول، وجد المعلول يوجد، ما فيش اختيار. فلو كان التأثير للعلة يبقى معناها إيه؟ ينفع عن الله تعالى الاختيار، يعني معناها إذا وجدت علة الشيء لابد أن يوجد الشيء، ولا اختيار لله تعالى في أن توجد العلة ولا إلا لابد لزوم يعني. فجعلوا الربط بينهما ربطا عقليا، يعني إذا انتفى هذا ينتفي هذا. أبي الفرق، واحد يسأل سؤال، ما الفرق بين التأثير بالطبع وتأثير العلة؟ وإن اشترك في عدم، هل الطبيعة مع مطبوعها في اختيار؟ هل العلة مع معلولها في اختيار؟ يبقى الاثنين مشتركين أنه ليس فيهما اختيار، ولكن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع، أما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك. يعني مثلا كون النار تحرق، قالوا لازم يكون في شرط، ولازم الحاجتين وجود شرط وانتفاء مانع. ايه هو وجود الشرط؟ يعني عشان النار تحرق لازم الشرط للمماسة، يعني النار تمس الشيء الذي تحرقه. هل ممكن نشعل النار او نحرق مثلا واحد مثلا في مكان في شارع ثاني نشعل النار هنا؟ يبقى ما فيش شرط الايه؟ المماسة. الشرط الثاني انتفاء المانع. افرض جبنا الشيء الذي نريد احراقه مبلولا فلا يحترق لانه في مانع اللي هو ايه؟ البلل. هذا في ايه؟ في التأثير بالطبيعة. اما العلة لا يتوقف لا على وجود شرط ولا على انتفاء مانع، اذا وجدت يوجد على طول. يبقى القول سواء بالعلة، يعني الاشياء تؤثر بعلتها او بطبيعتها، والتأثير بالعلة كلما وجدت العلة وجد المعلول، يعني يدوران طردا وايه وعكسا، يعني مضطرب ومنعكس. ايه معنى الاضطراب والانعكاس؟ التلازم في الثبوت، والانعكاس التلازم في النفي، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الاصبع. يعني شوف كده الخاتم هنا في اصبع في الخاتم، اذا حركت الاصبع يتحرك الخاتم، فعلة حركة الخاتم هي ايه؟ فمعناها لا يمكن يتخلف انه يتحرك الاصبع والخاتم فيه وما يتحركش. يعني مثلا هل يمكن ان تسير بك السيارة من هنا من القاهرة الى الاسكندرية والسيارة متحركة وانت فيها ولا تتحرك؟ ما انت حركتك تابعة لحركتها. لابد يبقى هنا تلازم عقل، يبقى علة ايه ومعلول، يبقى معناها يعني في تلازم في الثبوت، يعني كلما تحرك الاصبع تحرك الخاتم، وكلما لم يتحرك لم يتحرك، يعني اذا انتفت الحركة تنتفي عن الايه؟ عن الخاتم. او ده علة ومعلول، ما فيش لا توقف على وجود شر ولا على انتفاء مانع كحركته. ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها. يعني ليه؟ لأنه ممكن نفقد الشر أو يوجد مانع. فذلك القائل يعني اللي هيقول بالاثنين دول أن التأثير يعني العلة هي اللي أثرت في معلولها أو الطبيعة هي اللي أثرت في مطبوعها فهو كافر على طول، كافر بدون كلام. ويصح رجوع اسم الإشارة، بس متى يكون كافرا؟ بعد التعليم. لأنه لو قالها مسكين حتى ولو كان شيخ إسلام ومش عارف وما فهمش الموضوع عادي، ما نكفرش الناس لأنه الجهل ده. يعني مثلا عارف في صحيح البخاري رجل اللي هو قال لأولاده إيه في البخاري؟ قال إذا مت احرقوني وذروني وشوية انفخوا في الجبل وشوية هنا وشوية هنا. ليه؟ عشان كده قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لأن عملت جرائم الدنيا فاحرقوني وذروني في الهواء والرمل. يعني عشان لما يجي البعث حيبعث من خلاص، يعني كأنه مش هيستطيع ربنا ايه يجمع الاشياء المتفرقة دي ويعيده ثاني، يعني حيفلت من موضوع ليه البعث والعقاب. فكلمة لئن قدر الله يعني معناها ده يشك في قدرة الله،
والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الايه رموا شوية من الرماد في البحر وشوية في الجبل وشوية في النهر وشوية في الهند وشوية في السند، ومع ذلك قال الله لهذه الذرات كلها قم، فقام العبد بين ما الحرق مين وذر مين وأعجى، فوجد نفسه قائما فقال له يا عبد لما فعلت هذا؟ قال مخافتك، فقال قد غفرت لك. هنا يجي إشكال المغفرة دي تتعلق بالمعصية أو لا تتعلق بالعقائد؟ إن الله لا يغفر أن يشكانه شك أو كفر شك بإيه، فكيف يغفر الله له ذلك وهو كفر؟ والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك هو الكفر، وتكلمنا عنه بينهما عموم وخصوص، ومعناه في الاصطلاح هو إيه ارتكاب شيء من الكفر الشرك فقالوا إيه هذا جهل، ولا يصير الإنسان كافرا بالجهل، لأن سيدنا موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها إله في بعد كده كفر ثاني، قال إنكم قوم تجهلون، لسه ما عرفوش العقائد ولا عرفوا الواجب والجائز وما درسوش الجوهر ولا الخير، فقال لهم أنتم إيه جهلة ولم يكفرهم ودعاهم قال لهم تعالى نعلمكم، لأنه الإنسان إذا قال جهلا زي مثلا حتى في القرآن إنما التوبة الله الذين يعملون السوء، إذا ارتكب الإنسان الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب فلا إثم، ما فيش إثم أصلا إذا لم يعلم أن هذا ذنب، زي إنسان حديث عهد بالإسلام ودخل يصوم رمضان راح شرب ما يعرف إنه الشراء فسكر نصيان كذا فمتى يقال له القضاء؟ إذا بعد ليه بعد التعليم، يبقى هنا وجهه، ويبقى إذا لا يصير الإنسان بإنكار شيء من العقائد كافرا بجهله إلا بعد أن يعد فهم خلاص معناه هذا فهم على علم ذا، أو أن يعد أو أن يأتي به رسول، لأن الكفر تعريفه الإيمان تعريفه التصديق، مش كده الإيمان معناه التصديق وما أنت بمؤمن لنا، والكفر لازم يكون معناه التكذيب، فتعريف الإيمان التصديق القلبي بكل أو بما علم من الدين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، تصدق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، أبواب الكفر هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى يصير الشاك في قدرة الله كافرا؟ إذا جاءه رسول وأخبره بأن الله على كل شيء وأنه تجب له القدرة ثم كذب يكون كافرا، إنما قبل أن يأتي الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث لا يكون كافرا لأنه ما فيش رسول، ده اجتهد به بعقله ولم يعلم أن هذا من المستحيل، فكروا من الجائز، يعني ما يعرف يفرق بين الجائز والواجب والإيه والمستحيل، يبقى الجهل ده لابد الأول التعليم، إنما قبل التعليم شوف كده فما الآية في سورة البقرة لا إكراه في الدين ها؟ قد تبين الرشد قبلها إيه فمن يكفر إكراه قد تبين فمن يكفر في الطاغوت ويؤمن فقد استمتع بعدها إيه يعني معناها قبل ما التبين ما فيش حكم، وما كان الله قد تبين بعد ما بين ربنا انه ذا كذا وذا كذا قال فمن يكفر انما قبل ما يبين وكثير من الناس جهل في اماكن ما يعرفوش ولم يأتهم معلم ولا مرشد، فاذا وقعوا في شيء من هذا القبيل عن جهل يبقى واجب على الايه على المسلمين ان يعلموهم، وبعد التعليم تقوم الفتنة. طيب واما ويصح رجوع اسم الاشاعه من يقل فالحمل ظاهر على معنى فقوله كفر فيكون القائل به كافرا لانه اثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك، لماذا يكون القائل بتاثير العله في المعلول او الطبيعه في المرفوع لماذا يكون كافر؟ واحد هيسالني سؤال حتى هتكفر الناس ليه بسببه؟ لأنه أثبت الشريك، لأنه قال بتأثير غير الله، يعني معنى كده لم يوحد التوحيد، توحيد الذات صفات
والافعال، يعني معناها مشرك او كافر لانه لم يوحد الله تعالى في افعاله وجعل معه فاعلا ثانيا. وفي نفس الوقت اثبت العجز لله تعالى عن ذلك. العجز جاء منين؟ جاء من انه في تلازم في موضوع العله مع المعلول ونفي الاختيار، فلما ينفع عن الله تعالى الاختيار يكون ايه؟ يكون عجز. واضح؟ عند جميع اهل المله، المله يعني ايه؟ خد بالك في كم لفظ في مله، وفي دين وفي شريعه. ايه الفرق بين المله؟ ها؟ مله ابراهيم، مله من الله، وفي شريعه، وفي ايه ثاني؟ وفي دين. قلنا شو كلمه الدين؟ سبحان الله، الماده بتاعتها دين ودين بالدال بالفتح ودنيا بالضم. المادة واحدة نفس الحروف، ولكن دال الدين فيها الكسر لابتناء الدين على العبادة والخضوع، فناسب الكسر لا يكون منكسر المتعبد. أما الدين لاستعلاء المدين على الدال ففتحت الدال، هات اللي عندك لو تخاف منه ده يمكن تترك صلاة الجماعة خوفا من ايه؟ الدائن، فهو مستعلي عليك بسلطان ايه؟ الدين، فاتفتحت هذا دين، فاتفتحت، انما دين يعني فيه خضوع. واما الدنيا الدال مضمومه لابتنائها على الشدائد، فناسب الايه؟ الضم، والماده ايه؟ والماده واحده. يبقى المله مذكوره في القران، والشريعه مذكوره في القران، والدين مذكور في القران، بس الدين له معاني كثيره، كمثلا وغرهم في دينهم، بمعناها الزعم هنا. والدين بمعنى الايه؟ الحكم. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. والدين بمعنى الحساب والجزاء، مالك يوم الدين. والدين بمعنى الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. والدين بمعنى الكفر، لكم دينكم. يعني ايه؟ كفركم. يعني ايه؟ كل هذه المعاني موجودة ايه؟ في القرآن الكريم. الدين، الملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام الشرعية، فهي متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. يعني عارف الثلاثة دول، الدين والملة والشريعة واحد، يعني ذات حقيقة أو جوهر التعريف واحد، ولكن الاعتبارات مختلفة. زي أنت هنا طالب مثلا، أما نقيم الصلاة اسمك مصلي، راكب الباص اسمك راكب. مثال هو شوف كم اعتبار، ولكن الذات واحدة، أو معنى ايه؟ متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. يعني ليه سميت ملة؟ من حيث انها تملى. يعني ايه معنى تملى؟ لتنقل، تكتب، يعني تحفظ. سميت ملة، ومن حيث انها يتدين بها، يعني يتعبد بها دين. ومن حيث انها شرعت، اي بينها الشارع شريعة، يعني مشروعة. لكل جعلنا منكم، وليس في هذه الآية تعدد، فالشرائع واحدة كما ان الدين واحد. انما الخطاب هنا مش للمؤمنين، مش لأمة محمد، لان الله تعالى اذا قال لكل جعلنا منكم شرعة، فكيف هم؟ ده شريعة واحدة. ثم يقول بعدها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة. يبقى إذن الخطاب ليس لأمة محمد، بل لمين؟ لأهل الكتاب. أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك ومهيمنا فاحكم بينهم، أهل الكتاب بالحق فاحكم بينهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا، يبقى المفعول محذوف، لكل جعلناه، يعني القرآن لكم كلكم، لدول ولدول، شرعة ومنها، فالشريعة واحدة. أما الاختلاف الشرائع فقال زي الاختلاف الموجود في الشرائع الشريعة الواحدة. فكما يكون النسخ في شريعة واحدة، يكون أيضا بين شريعة وشريعة أخرى، لكن الأصول واحدة. هل السرقة حلال في شريعة من قبلنا؟ الزنا كان حلال؟ المحرمات هي هي هي، والعبادات هي، واقم الصلاة لذكري، شرع لكم من الدين. إنما ممكن اختلاف في الركعات، في مواعيد، في الهيئات، في الكيفيات،
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. وإذا مصدر الشريعة إيه؟ واحد. فما فيش تعدد في الإيه؟ في الشرائع إلا بحسب ما يكون يناسب هنا ما يناسبش هنا في اختلاف. أما الأصل واحد، أصول بين الإيه؟ الدين وبين الإيه؟ وبين الشرائع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الشرع أقيموا الدين. يبقى هنا الشريعة هي إيه؟ الدين. والدين هو إيه؟ هو الملة، ملة إيه؟ إبراهيم حنيفة. هو سماكم المسلمين من قبله. وهو هنا مين؟ هو مين اللي سماكم؟ لا الله تعالى. ليه؟ هات كده الآية من أولها، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو مين؟ هو الله. سماكم هو ايه؟ هو اجتباكم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اولا سماكم. وفي هذا ليكون الرسول وتكونوا شهداء على الناس. ها فاقيموا واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو لطيف. يعني تخلي واحدة هم كلهم ماشيين في سياق واحد. ولو كان الضمير يرجع الى سيدنا ابراهيم عليه السلام لما استقام المعنى، لانه ايه؟ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا. جاي حاجه معناها وتكون شهداء في هذا، في هذه التسميه. اذا ما يستقيمش ايه معنى الكلام، لانه ذكرت هو ثلاث مرات او اربع، وفي كل مره. فكيف هنا نرجحها لمين؟ لسيدنا ابراهيم عليه السلام. فسيدنا ابراهيم اسندت المله اليه، مله ابيكم ابراهيم، رغم انها كانت قبله. ما هي مله ابراهيم؟ ما هي مله نوح، مش كده؟ وهي مله الانبياء. لماذا اسندت الى ابراهيم عليه السلام؟ لان ابراهيم ابو الانبياء. نعم. فاسندت اليه وهي موجوده قبله. ولكن زي مثلا ما نقول ايه؟ قراءة نافع. وهي موجودة قبل أن يخلق نافع، وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونافع أخذها بالسند المتصل عن رسول الله. فهل نقول نافع كان يقرأ بقراءة النبي، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقراءة نافع؟ وهو موجود في الإمام مالك كان يقول كانت أكثر قراءته، يعني قراءة مثلا قراءة نافع، رغم كيش حاجة في حاجة اسمها نافع مش موجودة خالص، لكنه لأنه أخذ أصولها وضبطها واشتهر بها نسبت إليه، ولكنها موجودة قبله. فأسندت الملة إلى سيدنا إبراهيم من باب إيه؟ تكريمه، وليس لأنه هو أول من أنشأ هذه الملة من قبل. واعلم أن الفلاسفة كما قالوا، من هم الفلاسفة؟ طلعت أصلهم من اليونان، وكانوا يشددون في الرياضيات، مش الرياضيات الجبر والهندسة، لا، يعني معناها يتريض، يعني يقعد بعيد عن الاكل ذي روح، ومثلا ياكل ما ياكلش لحوم، ويختلي بنفسه حتى يصفى جسمه من الكادرات، ويحدث عنده حاله كده من الصفاء القلب. هم كانوا يعني في بعض اسمه الفلاسفه الاشراقيون، يعني كان عندهم تامل بسبب الايه؟ التريض، ممكن 40 سنه اكثر وهكذا. لا 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 الرياضة، ويبالغون في الجود حتى يمكث الواحد منهم الشهرين أو أكثر من غير أن يأكل شيئا. ينقوا الشهرين وثلاثة ما يأكلش حاجة. يقول لك الأكل ده حيسبب إيه؟ يعني حيعمل مثلا إيه؟ انطماس في البصيرة، وهو بيعمل بصر البصيرة يخلي الإنسان يخلد إلى النوم والتساؤم وخلاص، فيعني تمسح منه الايه المعلم. فقال ما يتناسبش العلم الالهي ده ولا الفيض الا بطريق الرياضه، يعني انسان يجوع نفسه ويروض نفسه من غير، يعني كانوا يزعمون انه الواحد لما يتامل ويفكر من غير استناد الى رسول او الى وحي تاتيه المعارف ويلهم بها، وصدره يتكلم بالحقائق والمعارف دون واسطه رسول. فعندهم الرسول يعني العقل أو ما يلهمونه من ذواتهم، وصاروا يبالغون في ذلك حتى طاشت عقولهم.
فباءوا بهوس عظيم ووقعت منهم التخبطات، وهم الآن الإفرنج واليهود يرون أن العالم علويا وسفليا يؤثر بعضه في بعض، يعني عندهم تأثير كل شيء يؤثر في الشيء الثاني، وفي الآخر خالص في تأثير إيه الخالق للعالم في علة العالم، وهكذا زي إيه بالضبط حركة الترس مثلا، حركة الأولى تبدأ أثر في الثانية والثانية في الثالثة والثانية وهكذا حتى تنتهي إلى الإيه المحرك الأول. وحتى الكلام ده قالوا إيه أرسطو وقالوا أفلاطون، بل إنه كل حركة تسبقها حركة حتى نصل إلى محرك لا يتحرك، وإلا هيحتاج إلى إيه حركة قبله مش هننتهي. يبقى كلام أرسطو كلام أفلاطون، لكن سقراط ده كان من تلاميذ الأنبياء، كان يتكلم كلام كله إيه قريب من التوحيد وقريب من المعاني. لما قال شوقي بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء، يعني هي سقراط كان كلامه يشبه كلام إيه الأنبياء لأنه أخذوا عن إيه الأنبياء، بخلاف مين أرسطو والثاني اللي هو إيه أفلاطون. جداء أساس الفلاسفة قالوا بتأثير الطبائع والعلل، خلاص كلمة فلسفة معناها إيه محب للحكمة، يعني لو جينا ترجمناها للغة العربية فيلسوف أو إيه أو فيلسوف محب الحكمة أو محب العلم، يعني هو هي كده معناها. يبقى هي أصلها في اليونانية صوفيا يعني حكمة، تمام كده. حتى بعضهم قال انه كلمة صوفية دي اصلها صوفيا يعني اللي هي الفلسفة، والتصوف ده اساس الفلسفة الاغريقية واليونانية، لكن الخيابة في ايه انه الصوفيا دي اللي السين دي لا تقلب عند التعريب ايه الا سينا، ما تقلبش صاد، ما ينفعش يقولوا ايه صوفية مش صوفية خربط، لو كان مأخوذة منها كانت بقت ايه بالسين ولم تكون ايه بالصاد، يعني عاوزين يسندوهم لأي حاجة غير الإسلام. واعلم أن الفلاسفة كما قالوا بالتأثير بالطبع، يعني الطبع عن الطبيعة، وعرفنا فاعلة وليست ايه وليست مفعولة. بعضهم عرف الطبيعة الفلاسفة لهم للطبيعة لها تعريف عندهم، وهي قوة مؤثرة، يعني مثلا شوف كده الماء ده فيه قوة، في قوة في ذات الماء تؤثر يعني تحدث الريع عند الشرب، وفي قوة في ذات النار تحدث الإحراق، فاعلة لصورها المنطبعة في موادها الهولانية، ده تعريف اللي هي الطبيعة عند الفلاسفة. فلذا قالوا إن الواجب الوجود، الواجب الوجود ما عندهم الفلاسفة يقسم الوجود إلى إيه إلى ممكن وإلى واجب، فمين العلة في الأثر في الثاني عندهم واجب الوجود ده أثر في الممكن، لأن الوجود عندهم واجب وممكن، فالواجب هو علة في إيه في وجود الممكن، يعني أثر الواجب الوجود، يعني الفلاسفة ما ينفوش الخالق، يعني لا يذكرون أنهم يثبتون الصانع، يعني يثبتون أن هناك خالق أو صانع، ولكنهم يقولون إن العالم وجد عن هذا الصانع كما يوجد الماء، أو هو العالم نفسه ده أو الخلق ده علة بتأثير معلول بتأثير العلة. معنى كلامهم ده أنه في خالق وفي صانع، ولكنه ليس عنده اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، فأحدث العالم كما لأنه علة في وجود هذا الموجود، علة ومعلول، يعني ليس له اختيار ولا دخل، وطالما ما فيش اختيار وما فيش مشيئة وما فيش إرادة، إذا تأثير الخالق في الموجود أو في الموجودات تأثير علة ومعلول، إذا نفوا عن الله الاختيار. وفي حاجة ثانية وأثبتوا قدم العالم، لأنه في ترابط وتلازم بين العلة والمعلول، يعني طالما في علة يبقى في معلول، مش كنا احنا ما
فردا وعكسا، يعني عنده طالما في صانع يبقى في مصنوع، طالما في خالق يبقى في مخلوق، وفي تلازم، يبقى لا يوجد عندهم خالق بدون مخلوق. احنا ما احنا بنقول احنا كان الخالق سبحانه وتعالى وحده واراد ان يخلق فخلق، يعني العالم ده لم يكن موجودا، كان عدما، اراد الله ان يخلقه فخلقه، وربك يخلق ما يشاء. هم قال لا فيش اراده فيش اختيار، اذا هو خالق يلزم ان يكون معه مخلوق، هو عله يلزم ان يكون معه معلول. فيترتب على قول الفلاسفه مصيبتين، نفي الاختيار ويتانه وقدم العالم، مش ما فيش سبق عدم والا متلازم. يترتب على قول الفلاسفه نفي الاختيار، ولذلك الامام ابو حامد الغزالي كفر الفلاسفه في ثلاث مسائل وفسقهم في ايه في 17 مساله. اول مساله كفرهم فيها القول بقدم العالم، وقدم العالم جابوه من ايه؟ مش من العالم في ذاته، ولكن قدم العالم بقدم علته، وعندهم تلازم بين العلة والمعلوم. وانكارهم علم الله تعالى بالجزئيات، وانكارهم للحشر الجسماني، يعني اللي هيحشر يوم القيامة الارواح، ما فيش اجسام خلاص، يعني كأنهم بينكروا البعث للأرواح مش للإيه؟ مش للأجسام. إنما شوف الآية بتقول إيه؟ أفعينا بالخلق وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام. هذا آيات صريحة في إنه البعث لمين؟ للأجساد مش للأرواح. قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها إيه؟ وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ده للأرواح والأجسام دي؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ده اللي سبب نفسه نحن من الشيء الأخرى مطلقنا منهم عندهم الحشر الأرواح، عندهم الحشر الأرواح وعندهم العذاب، النعيم والعذاب ده معنوي مش حسي، يعني أنت تشعر كده كأنك بتتلذذ، مفيش يعني كده حاجات شعورية كده، يعني زي ما كانوا يقعدوا في الجبال وينقبعوا ويجوعوا كده ويحسوا إن هم شبعانين وإنهم هم آلهة وإنه خيالات أوهام، يعني عايشين في ملك ثاني. ما هو شدة العقل، الإنسان لما يكون يعني عقله يصل الآخر هيجن، ما فيش قدامه غير الجنون بعد. كلما إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، كلما يزيد العقل يجيلك مجنون بعد. إنه الجنون معناه إيه؟ حدة وزيادة في العقل، زيادة بس زيادة شديدة لحد ما خرج عن إيه؟ عن عقله. إذا يعني إذا تمعن أوغل إن هذا الدين متين فأوغل فيه إيه؟ ما تحاولش تتتبع، لأنك أنت محدود بك، يعني أنت في حاجة اسمها محدودية العقل ومحدودية الإيه؟ البصر ومحدودية السمع. أنا ممكن تكلمني من 20 متر أسمعك بس بصعوبة، لما تبتعد لي حدود كده، يعني ما استطيع اسمع الا من مسافه محدوده، او ابصر الا من ايه بكيفيه معينه. كذلك العقل هو اله زي السمع والبصر، فهو محدود، فلا يستطيع الانسان ان يفهم به كل شيء، والا حيضل وحيخرج. مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى قال منطقه التعقل ومنطقه التصور. احنا قاعدين في غرفه زي كده مغلق الباب، واحد طرق الباب، بعقولنا عملنا ايه؟ فهمنا ان هناك طارق، مش كده؟ بدون ما نشوف، بمجرد ما دلت الايه؟ الطرق الخطي. لكن هل نستطيع بعقولنا ان نعرف الطارق ده رجل ام امراه؟ كبير ام صغير؟ واحد ام اثنين؟ فلو اردنا ان نعرف ذلك بعقولنا حنضل ضلالا بعيدا. انما اذا سالناه من انت حيريحنا. انما لو قعدنا سنتين ونفكر بدون ما نساله وبدون هو ما يتكلم، ده ممكن يكون لانسان مش انسان، يكون حيوان خبط سمعنا خبطه وخلاص، او ممكن واحد رمى حجر من بعيد الى اخره. فالمنطقه فقال انما ضل كده الشيخ كلامه، انما ضل الفلاسفه لانهم لم يكتفوا بمنطقه التعقل ولكنهم خرجوا عنها الى منطقه التصور. يعني هم تعقلوا انه العالم ده لا يمكن ان يوجد بنفسه، لازم يكون في خالق،
ولكنهم لم بالعقل يوصلنا كده انه في خالق وانه لازم يكون واحد ولازم يكون قادر اللي الحاجات ما يفهمنا بعقله، لكن صفات هذا الخالق وما يجوز له وما يجوز ما ينفعش نفهمه بعقله لازم يأتي رسول. ولكن هذا الرسول حيعمل ايه؟ العقل يوصلك العقل يوصلك الى ان تضع يدك في يد هذا الرسول حتى يكمل لك المشوار. ولذلك قال تعالى نور على نور، نور الشرع ونور الايه؟ العقل. ولكن نور الشرع ما يتعارضش مع نور العقل ابدا، ولذلك وحد الله الضمير قال يهدي الله لنوره، مع انهم اثنين نور على نورينهم، يهدي الله لنوريه، ما هو هيوديك لمكان واحد يبقى نور واحد. يبقى معناها مين اللي واهب العقول ومين اللي انزل الشرع والوحي؟ فكيف الواحد يجيب حاجه تتعارض مع الشرع؟ لازم العقل ربنا ادونا عشان نفهم الشرع مش عشان نعارض به الشرع. احنا الان نريد ان نعارض العقائد والاحكام بعقولنا، والمفروض العكس، نفهم انه ما فيش تعارض بين العقل وبين الشرع ابدا. الفلاسفه عملوا ايه؟ اعتمدوا اعتماد كامل على عقولهم في الوصول الى ايه؟ الميتافيزيق اللي وراء الغيب، عاوزين يعرفوا ايه اللي وراء هذا العالم بعقولهم. لا يمكن، زي ما احنا اردنا الان ان نعرف من الطارق والباب مغلق وما حدش يتكلم بعقولهم، انما الرسول ده هيجي لك ايه؟ ينبئك، لانه موحى اليه. القضايا الايمانيه دي لا يمكن العقل اللي فيها مجال، بس ما يستطيع ان يعارضها، يعني لا يقول باستحالتها، لكن يعجز يقول لك انا قاصر، زي ما البصر يقول لك والله انا كليت ما استطيع انظر الى اكثر من هذا. حتعب، حيضطر ليه البصر، صعب جدا، مش ممكن يصاب الانسان بالعمى ولا يرى شيء. فارجع لايه؟ ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، لانه مش ما حيستطيع. فكذلك العقل، يعني عاوز يقول لك له حدود وله نهايه لا يتعداها. هي حدود ومجال العقل انك تتفكر في التامل في السماوات والارض، في الجبال، في الاجنه، في كذا، يعني تفكر في خلق الله، لانه ربنا وضع لنا العقل حتى نفهم مظاهر وعظمة قدرته في هذا الخلق. لكن اذا انتقلنا من الخلق الى الخالق حنهلك وحنضيع. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فالعقل راح على طول مباشرة على الاخرة وامور الذات، فضل ضلالا بعيدا. وقع الفلاسفة في هذا بسبب ايه؟ انتقال من منطقة التعقل الى منطقة التصور. دي مصيبة. كلام الشيخ كان يقول بسم الله ما شاء الله، مش كلام انا بس، كويس اللي احنا فهمناه. واعلم ان الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا ان الواجب الوجود اثر في العالم بالعلة، هو تعالى علة فيه. ولذلك قالوا ان العالم قديم، اذا قدم العالم ليس من ذاته وانما لقدم علته، لانه يلزم من قدم العلة قدم المعلول. فقد اثبتوا له يعني هو العالم في نفسه عندهم ايه؟ حادث، مش قديم، في نفسه. ولكن نظرا الى ان وجود العالم مرتبط بالعلة، ولا توجد العلة الا بمعلولها ولا المعلول الا فهو ايه؟ قديم بهذا الاعتبار. ولذلك لو قالوا صراحة كده فأثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة. ليه عدم؟ فهمنا عدم الاختيار انه في ايه؟ يعني عندهم ربنا تعالى خالق بالإيجاب، يعني جبرا كده لازم يكون خالق مش بالاختيار. لا، وعندهم ايه؟ غير قادر. غير قادر على ايه؟ على انه ما يخلقش، لازم يخلق وكده، يعني كأنهم قيدوه، تمام كده. ولا شك في كفرهم عند المسلم. وهو متى يكون تكون انت قادرا؟ عندما تكون على قادرا على امرين متقابلين، ان تفعل والا فإن تأتي القدرة. انما اذا كان امر واحد اذا انت عاجز. مثلا زي ما انت تجيب الفأس تروح رميه على رأس واحد، ما فيش غير انه يقسم الرأس، يعني يفلق الرأس، ما فيش الاختيار الثاني، ابدا عجل. والحاصل ان الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة، يا
يعني هم قالوا في فاعل بالطبيعة زي ما احنا شرحنا، وفاعل بالعلة، وفاعل بالاختيار. تستغرب لما تسمع كلمة فاعل، فلاسفة قالوا في فاعل بالاختيار، ايوه نعم، ولكن من هو الفاعل بالاختيار عندهم؟ الانسان. يا شوف سبحان الله، اثبتوا يعني المفروض يعني من صفات الكمال يثبتوها للمخلوق ولا للخالق؟ فمن باب اولى اذا كان اثبتوها للانسان وهو عندهم اثر للعله، فكيف ينفون هذا؟ يجعلوه في المعلول وما يجعلوش فين؟ في العله. خلاص نقف عند الايه الحاصل، ان الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثه، والله تعالى اعلم. اللهم صل افضل صلاه.